اسينسيو يمشي اسينسيو سجل هدف جميل برشا في نهاية السوبر على اشبيليا في بداية السيزون. كرة ترجع اسينسيو، اسينسيو العرضية خطيرة للريال وكريم بنزيما مرة أولى وبنزيما جول 1-0 للبلانكو. 14 دقيقة لعب، هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. كريم بنزيما يفتح الطريق ويسجل هدف الريال الأول بعد 61 يوم من الغياب، بعد 7 جولات ليغا من غير هدف. كريم بنزيما يسجل في مرمى إيبار هنا في قلب الباسك في استاد المونيسيبال. أسينسيو أبدى الأتاك، أسينسيو خامس الكافيتيروس للبرازيلي، البرازيلي لبنزيما لولا ضيعها والحارس وقفها يوال في الثانية من غير دفاع. بنزيما يرجع ويسجل أتاك. 1-0 للريال. عاد بقات كان هذه، عاد يا كريم، عاد بقات كان هذه يا كريم، عاد حطها برا، حطها برا ولا اضربها في العارضة عاد ولا ضيعها. 1-0 للريال مدريد. عدد اللمسات 10، تسديدات 2، كورة في الشبكة أولى للريال مدريد. واضح أنه كريم اليوم في فورمة. ترجع الريال من أجل استعادة اللقب الغائب من 4 سنوات. ترجع الكورة على طريق خامس والثاني، نعم الهدف الثاني، الهدف الثاني من كريم بنزيما، الهدف الثاني في انتفاضة بنزيما. وكأن كريم أراد مقدمتي وأراد الدخل اللي بديت بيع عليه باش يستعيد ذكريات الجول يا دور. 2-0 كريم، 2-0 بنزيما، اللاعب اللي سجل 5 أهداف في ليغا كلها، سجل دوبلي في أول 25 دقيقة. 25 دقيقة الريال يضم المباراة، فماش تسلل، الكرة تمشي على القائم الثاني. بنزيما يخرج من وراء الدفاع ويحط كرة في الشبكة والجول الثاني. الهدف الثاني للريال مدريد على كرة ثابتة، الهدف الثاني للريال مدريد على كرة ثابتة. 2-0 للريال مدريد اللي شكله بين ذفرين باش يقطع إبار تقطيع. 2-0 للريال مدريد بحكم التخصص والعادة والعوايد الاحتياطي. ترجع الكرة مودريتش، شاوة أول برشا صلع للريال يسهل المباراة كما يشتهي. خطير الهدف الثالث، هدف ثالث، جولاتو، جولاتو من خامس رودريغيز ديل كافيتيرو يقتل المباراة. الريال في نصف ساعة خلص على إيبار. 3-0 للريال، 3-0 لمدريد. ماذا يحدث لإيبار؟ ماذا يحدث للسابع الليغا؟ الريال مدريد على مستوى الهجوم نار. 3 أهداف ضد لاس بالماس قبلها، 3 أهداف ضد فريق هو نادي في ريال، واليوم 3 أهداف ضد إيبار. لأول مرة ممكن في الموسم الريال مدريد يسجل 3 جولات ورا بعضهم في الليغا معدل 3 أهداف. بنزيما في دور الأسيست، وبنزيما في ثوب المان أوف ذا ماتش في الشوط الأول. ثنائية بنزيما وأسيست كريم، والريال يكرم ليس وفادة الضيف لأنه هو المضيف. فريق الأرض ينهار، يرى الأرض تتزعزع تحته. إيبار يضرب من الريال، عدل في الدقائق الأخيرة من الماتش، شعب تعادل ثمين ونقطة كبيرة من سان سيباستيان ضد السوسيداد. التوزيع والدفاع، ورا ترجع بنزيما، يمشي كريم، كريم بنزيما يخرج باس والأروع، أسينسيو الرابع، أسينسيو الرابع، يمشي أسينسيو يعطي كرة الخميس، خميس القائم والخطير الرابع، الهدف الرابع يا الأبيض، الهدف الرابع يا صاحب الرداء الأبيض، الهدف الرابع يا الثوب الأبيض، الهدف الرابع يا أبو قلب أبيض. 4-0 للريال مدريد. ربع ساعة في الشوط الثاني، أسينسيو على قد قلبه، ماركو أسينسيو ربي أعطاه على قد قلبه، لأنه شوف كرة الكونتر، شوف الكونتر أتاك مرة أخرى الرائع بنزيما في ماتش اليوم. بنزيما أسينسيو في السليم، أسينسيو في موقع شرعي يمشي بالكرة، أسينسيو ما فكرش يمشي وحده ويكملها رغم أن الماتش مضمون. لعب لصاحبه، صاحبه خامس ضربها على القايم، لعب الباس لأسينسيو مع طريق القايم، رجعت له أسينسيو جول الرابع للملك الريال مدريد. لذلك قلت أسينسيو ربي أعطاه على قد قلبه، لم يكن أناني، لم يكن حسودي، أعطاه الكرة والكرة مشيت بلياردو في القائم بوتو من خامس، وأسينسيو سجل الرباعية المدريدية.
المتوقع. ترجع الكرة عن طريق أندر كابا. كابا وصل الكرة. رب الكرة العرضية على القائم الثاني. وهدف تاريخي. هدف تاريخي لفريق إبار. السؤال الذي استفسرت عنه. والتخمين الذي خمنته. وتساءلت عنه. هدف تاريخي لإبار. لأول مرة إبار يسجل في مرمى الريال في المونيسيبال. هدف روبن بينيا. هدف روبن بينيا في الدقيقة 72 في ماتش الرابع من مارس. يدخل التاريخ كأول هدف للفريق الباسكي على الريال في ملعبه. هذه الكرة ملعوبة جميلة. المتابعة وروح الإصرار من روبن بينيا.